حاضر حاضر خلاص خلاص انا زي في الحته دي خلاص انا زي في ده خلاص خلاص اتفضلوا الست الزمانه خش يا بنت يا فوق لو معاك النقاش ادخل استفرشه حاضر يا معلم الله هما فتحوا شارع جديد من شقزي ولا ايه؟ بصي بقى ياما انا عايزه الركنه دي وصدقي بسخسخ حلوه والصاله بقى ياما عايزاها بوبوقي مزعرم ايه بوبوقي مزعرم دي؟ بوبوقي مزعرم بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كراميكا مسلح اصل المعلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي قرني قبل ما يجوزك اه طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا هاخد رز اكس اسمع بس بلاش لماضه تعال هو ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين بجد لا وايه وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه لاوي يا تتح خد التقيله ايه هتسخ في وسي لا يا راجل امال ايه انت ليك عندي كيلو لحم ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك بجد بالمصحف اه والله لحم ضاني ضاني اه خد امدي بقى امدي لا طب اديني فرصه افكر انا موافق هات لحم ضاني 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 تتح عشان الدنيا تفتح يلا تتح خلصني ضاني صح ضاني انا عارف طعم الضاني كمان هنا تتح ايوه اهو خد الفضل واحده ليا اه واحده ليك بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده مين اللي بيقول كده الحته كلها بتتكلم عليك بتقول ان انت اوسخ راجل واذل الواحد في المنطقه انت عمال تلوك معاه في ايه خلصت ولا لسه لا ما خلاص الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل ارحل يا تتح ايوه ارحل انا اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل بس يعني طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه بقول لك ايه ياما ايه بس سيبوا له الاوضه اللي على السطح والنبي ياما حنيتي يا موكوسه حسوه اه اديله الاوضه اللي فوق السطوح الاوضه دي ايه انت بتقولي ايه يا ولية ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد حسوه طيب شخصيتها زيده ممكن تديك بالجذبه هز المفتاح هز هز المفتاح ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايا والمعلم راح المعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه السلم حسوه ما تصحينا قد القتيل ده ايوه ما انت ما تصحوش ما تزعجوش الولد الولد نومه خفيف واسع يا عم واسع يا عم واسع يا عم تحت رزعه الواد ايه الواد لسه صغير ده بص نايم عامل ازاي هادي قوم يا هز قوم هادي ايه خير وحيد يلا يا حبيبي قوم هادي انا صح يا هادي هادي ايه خالو يلا قوم خاطر عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح تعالي هادي تعالي خبز شوف ايه ده شايف شوف تحت تعرف وبمفتاح في حد في العيله سايب مفتاح قبل كده بميدالية ابوك الله يرحمه كان معاه حدوة حصان في رقبته ايه ده شفت يا هادي اثرين الراجل كان مزمزق عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح انما كده خلاص احنا خدنا ايه ده يا ده بتلفزيون يا خالي تلفزيون ده تلفزيون مبطط تلفزيون مبطط ايوه يا خالي وموصل للدرجه دي يا خمر اسود اسمه ليد ده حديث ده حديث ده اللي يدور بده يا خالي اشتغل الحق يا خالي ده التلاجة مليانة أكل هات كل الطعام فورا جديلا هادي 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 ايه بص 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 الولية دي هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير انت عارف لو واحدة منهم دخلت في الشارع عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقد الجنسية طبعا خبر اسود ايه يعني في سبت احنا هنعيش هنا على طول خالي خلاص احنا هنا عبد الرافق
عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعد عنك مثمار جوحه ودقف قد المكان خلاص. 7000 سنة حضارة بيقولوا لا، عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش للاستفتاء؟ كله ولاد مصر الشرفة بيقولوا لا. خلاص حد يقوله خلاص، خلاص بقت نعم خلاص. هما 60-70 سنة دول مش هيعدوا على فكرة. طيب وقت سعاد طريق، اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا مشخلع. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم، انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكم قعده كده. روح بس هات لي كوبايتين، اجري. تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتح. اعوذ بالله، ابليس ومهمه؟ انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر؟ جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقول لي اعرف اطبل؟ اه لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حظوة كده، خلاص بقى عم حصوة السجاري النازف بقى ورور هوبا بقى لعب ومتهور السجاري النازف بقى ورور هوبا بقى لعب ومتهور كده اهو يا حنطي فين طمون دلوقتي ولا سبتمبر. بص يا اخويا رص رص حسابك معايا بعدين يا هادي، بصلحك يا حصوة. ايه التكاتك اللي جايبه ترقص دي؟ خالي يا خالي خالي ايه هذي؟ عايز ايه هذي؟ عايز 10 جنيه بس عشان اصور ورق. عندك روح هناك فقد بالبنطلون، خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني ترجعهولي. استنى عندك. ايه يا خالي؟ فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص؟ خلاص كده هتمسح وهتقعد وخلاص؟ انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص 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 خلاص. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هازي. صحيح الخال خالد؟ خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. اسفين يا استاذ فكري والله، اسفين يا بروف ازعجتك بدري كده، لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدر عن كده. اتفضلوا خشوا حبيبتي. يا عليم رزق يا كريم، الراجل قلبها عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. اقول لي يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي، العيال الصغيره دي بتعمل ايه دي عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه. حلو، يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول. طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثه جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حصوه؟ اتنزلت ايه؟ دي السعاره.
استعاره عشان خاطر بنته الممدوحه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف 6 شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي ورهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني.